بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرون اليوم يجيد فن الكلمة ويتقن أساليب التفكير، فهو مفكر وأكاديمي وسياسي وكاتب صحفي، وقبل هذا وبعده شاهد على كثير من أحداث أمتنا العربية والإسلامية الفكرية، فانبرى لها ناقداً وسابراً لأغوارها. محاضرنا هو الأستاذ الدكتور رضوان السيد، الحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية فرع الدراسات الإسلامية في دورة الجائزة 39 لسنة 1438 للهجرة الموافق لعام 2017 الميلادي، وموضوعها الفكر السياسي عند المسلمين حتى القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي. لن أطيل الحديث عن الدكتور رضوان السيد، الأستاذ والصديق في آن واحد، فشهادتي فيه مجروحة، وحسبه أن ريادته في مجال دراسات الفكر السياسي الإسلامي في المرحلة الكلاسيكية لا ينازعه فيها أحد. ونظرة واحدة إلى سيرته الذاتية ومؤلفاته العلمية تغني عن كثير من الكلام، فهو حاصل على الإجازة العالية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1970 للميلادية، وشهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة توبينغن بألمانيا الاتحادية عام 1977، وهو أستاذ للدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية، وأستاذ زائر للدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت، كما كان أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات الدولية المرموقة مثل هارفارد وشيكاغو وغيرها، وهو أيضاً كاتب صحفي شغل رئاسة تحرير مجلة الفكر العربي من عام 1979 إلى عام 1985، ورئاسة تحرير مجلة الاجتهاد الفصلية المرحومة بالاشتراك منذ عام 1988 حتى توقفها عام 2003. ومن أهم مؤلفات الدكتور رضوان السيد التي تؤكد ريادته في مجال دراسات الفكر السياسي الإسلامي أزمة الفكر السياسي العربي، ومسألة الحضارة والعلاقة بين الحضارات، ومقالة في الإصلاح السياسي العربي، وسياسات الإسلام المعاصر، والجماعة والمجتمع والدولة، والأمة والجماعة والسلطة، ومفاهيم الجماعات في الإسلام. والملاحظ على هذه الأعمال هو اهتمام الدكتور في تحرير بعض المصطلحات أو ما أطلق عليها المفاهيم والمفاتيح التي تساعد في فهم الفكر الإسلامي الكلاسيكي والمعاصر. أيها الحضور الكرام، تحمل محاضرتنا اليوم عنوان الأعمال في التفكير السياسي الإسلامي ومسألة المرجعية العلمية، وهما موضوعان عمل عليهما الأستاذ الدكتور رضوان السيد فترة طويلة، وشغلا كثيراً من وقته وجهده وتفكيره، وكل ثقة بأنكم ستستفيدون منها كثيراً، وسيستحوذ المحاضر على أسماعكم وعقولكم كعادته بأسلوبه الماتع وغزارة معلوماته ورجاحة تفكيره، فليتفضل الدكتور رضوان السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بين العامين 77 و79 ميلادية تبلورت لدي فكرتان. الأولى كتابة تاريخ مفهومي للفكر السياسي الإسلامي في أزمنته الكلاسيكية في الأزمنة القديمة، والثانية التوسع في استكشاف مصادر جديدة للفكر السياسي الإسلامي. كيف تستطيع أن تكتب تاريخا مفهوميا أو سياسيا بدون أن يكون أن تكون لديك مصادر لهذه الكتابة؟ الفكرة الأولى كتابة التاريخ المفهومي نجمت عن عملي في تحضير أطروحتي للدكتوراه
عن ثورة ابن الأشعث والقراء في ألمانيا. هناك تخصص رئيسي وتخصصان فرعيان، وكلها تكتب فيها أطروحات، وتكتب أطروحتين في تخصصات التخصصين الفرعيين قبل كتابة الأطروحة في التخصص الرئيسي. فأنا كتبت أطروحة في لاهوت الكاثوليكي، وكتبت أطروحة صغيرة أيضا في اللغات السامية، يعني تخصصت تخصصين فرعيين في هذين الأمرين، وكنت أريد أن أكمل تكتمل لدي معلومات حتى أعمل على مسألة نقد النص وفلسفة الدين. أطروحتي الرئيسية عن تكون المجتمع الإسلامي، ولفت نظري ونظر أستاذي جوزيف فان إس، وهو أشهر الكاتبين حتى اليوم في علم الكلام الإسلامي، عنده كتاب 6 مجلدات عن اللاهوت والمجتمع في الإسلام من القرن الثاني للقرن الرابع الهجري. ثورة ابن الأشعث والقراء، رجل زعيم قبيلة كندة ثار في الكوفة على الحجاج، وهذه ثورات القبلية كانت، تمردات القبلية كانت معتادة، ظلت حتى منتصف العصر العباسي، لكن صارت في البلدات الريفية، لم تعد في المراكز الرئيسية. القصة أنه هؤلاء فئة جديدة ثارت معه اسمها القراء، سموا نفسهم القراء، ليسوا شيعة ولا مرجئة ولا خوارج ولا، لا نعرفهم قبل ذلك، سموا نفسهم القراء. ما كان تمرد زعيم قبيلة كندة بالكوفة جديدا ولا غير معتاد، بل غير المعتاد ظهور فئة مقاتلة في جيشه القبلي سموا أنفسهم القراء، وكان أكثرهم من الموالي، لكنهم ليسوا من موالي كندة، يعني ما قاتلوا معه لأنهم من موالي قبيلته. وقد قتل أكثرهم في المعارك ضد الحجاج بين عامي 82 و84 للهجرة، وأبرز من نجا منهم 2، عامر ابن شراحيل الشعبي الذي كان عربي الأصول، ولا نعرف لماذا قرر الحجاج العفو عنه. أما الآخر فهو الحسن البصري الذي يقال إنه اختفى، والواقع أن الحجاج غض الطرف عنه لأنه لم يشارك في المعارك، رغم أن كثيرا من المشاركين كانوا من تلامذته وزملائه. القراء هؤلاء ظهر مصطلحهم، سموا القراء حسب نصر ابن مزاحم صاحب وقعة صفين، هناك كتاب لنصر ابن مزاحم من منتصف من أوائل القرن الثالث الهجري اسمه وقعة صفين، يظهرون فيها باعتبارهم فئة اسمهم القراء، كانوا محايدين ووقفوا بين الجيشان، وهم الذين رفعوا المصاحف. الأسطورة الشيعية حول قصة عمرو بن العاص وأنه رفع المصاحف ليضحك على أنصار علي غير صحيح، لأن الكاتب شيعي الذي يقول إنه ظهرت فئة اسمها القراء وقفت بين المتقاتلين من أنصار علي وأنصار معاوية هؤلاء، ورفعوا 10 مصاحف أو 15 مصحف. قراء هؤلاء ظهروا من قبل أثناء حرب صفين، يعني قبل 50 سنة، من 40 سنة من 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 تمرد ابن الأشعث، أو ظهرت تسميتهم، لا أظنهم نفس الفئة، بس يبدو أنه كانت عم تتكون فئات جديدة في المجتمع الإسلامي، وفي هناك فئة عجيبة لأنه تظهر في صحيح البخاري باعتبارهم كمان اسمهم القراء، باعتبارهم أناسا شببة، يعني شبانا كانوا يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون منه، يعني غير أهل الصفة. فعندنا 3 محطات آخرها ثورة ابن الأشعث، حيث يظهر هؤلاء ثم ينتهي دورهم، فكأنهم فئة جديدة، يعني
الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة ويقومون بأعمال الدعوة، لأنه كان في بيت، هناك بيت في الكوفة لعبد الرحمن ابن أبي ليلى لقراءة القرآن كانوا يجتمعون فيه. على كل حال، هؤلاء كانوا شبابة حسب صحيح البخاري برواية ابن مسعود، فرغوا أنفسهم وفرغهم أهلهم لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلم منه. لقد سيطرت علي إبان كتابة الأطروحة فكرتان عنهم، أنهم دعاة الإسلام الجدد، يعني النخبة الدينية الجديدة التي ترث مواريث النبوة، وأنهم باعتبارهم ساعين لتكوين نخبة دينية تحمل مواريث النبوة ربما كانوا الطلائع والإرهاصات الأولى لما عرف في منذ النصف الأول من القرن الثاني الهجري بأهل السنة، قبل أن تضاف إلى أهل السنة يصيروا أهل السنة والجماعة. زاد من قناعة بذلك أن من بقي منهم بعد المعارك صاروا الدعاة الأوائل لتحريم حمل السيف في الفتن والحروب الداخلية، مع أنهم هم حملوا السيف، وأن بينهم رواة الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة والقصص عن الصحابة في النهي عن المشاركة في الفتنة بيد أو لسان. وعلى أي حال، بعد التوسع في دراسة مفهوم القراءة والقراء في النصف الثاني من القرن الأول حتى بعد إنهاء الأطروحة، انصرفت لقراءة أو مراجعة مفاهيم ومصطلحات أخرى لفئات وجماعات جديدة. ومن المفاهيم التي قرأتها اشتغلت عليها لسنوات الجماعة والأمة والسنة والسيرة، ومن الجماعات من المفاهيم الجماعة والأمة والسنة والسيرة، ومن الجماعات المرجئة والقدرية والشيعة والعثمانية والمحكمة. وهذه القراءات المفهومية هي التي تظهر في كتابي الأولين في التفكير السياسي، مفاهيم الجماعات في الإسلام عام 1984 والأمة والجماعة والسلطة عام 1985، وتبلغ الذروة في كتابي الرئيسي الآخر الجماعة والمجتمع والدولة الذي صدر عام 1997، كلها عن التفكير السياسي، كله تفكير سياسي، هو تفكير بالدولة. ولذلك اشتغلت على التفكير بالدولة من خلال التركيز على هذه المفاهيم التي تبدو مفاهيم مفاتيح في طريقة فهم المسلمين للمسألة السياسية في القرنين الأول والثاني. هذه هي فكرة الرئيسية الأولى، فكرة اكتشاف كيفية تفكير المسلمين بالدولة، المسلمين الأوائل بالدولة، تفكيرهم السياسي من خلال المفاهيم التي من المصطلحات أو المفاهيم التي تتكرر في أعمال في كلامهم عن الدولة أو في أعمالهم، التي بدأت في القرن الثاني، بدأت تظهر الكتابات. أهم كشوفي في هذه المرحلة والتي تأسست عليها كل دراساتي في التفكير السياسي مفهوم الجماعة الكوميونيتي بظلاله الدينية والاجتماعية والسياسية والفقهية والاعتقادية. الأمة غير الجماعة، وهناك من درس مفهوم الأمة قبلي وأنا اشتغلت عليه كثيرا، لأني ما توصلت إلى الجماعة إلا من خلال دراستي لمفهوم الأمة. يعني في سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد فرقت جماعتنا. في صفين في وثيقة التحكيم في هناك روايتان، رواية تقول: وعلى وأننا جميعا على الوحدة والجماعة، ورواية تقول: وأننا جميعا على السنة والجماعة. فالجماعة يعني هناك الإسلام كله ركنان، يعني الركن الأول الاعتقادات والعبادات، والركن الثاني الجماعة التي صاحبة السلطة في الدين والدنيا. لذلك لا القراء ولا غيرهم استطاعوا أن يعملوا مؤسسة دينية تخلف النبوة تكون مثل الكنيسة
أو مثل الكهنة عند اليهود، لأن المجتمع كله هو الذي يحتضن الإسلام. ما أول مظاهر تكون هذه المفاهيم الأساسية؟ أمران في القرن الثاني. الأمر الأول الذي ترتب عن هذا الفهم لدور الجماعة مسألة الإجماع، هي الإجماع في الأصل مسألة سياسية كما يبدو من رسالة الإمام الشافعي، وتصبح ثم يصبح شرعا، يصبح حكما دينيا في المسائل التي لها علاقة بالدين، أما هي في الأصل مسألة سياسية. ويد الله على الجماعة، وهذه الأحاديث التي موجودة أقدم مصادرها المصنف لعبد الرزاق والرسالة للإمام الشافعي والمسند ومسند الإمام الشافعي ورسالة إبراهيم بن طهمان من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. على كل حال، أول مظهر هذه المسألة. المظهر الثاني من القرن الثالث، الإمام أحمد والحارث المحاسبي كانا مختلفين. الأول كان عنده ميول زهدية وصوفية، حارث بن أسد المحاسبي، والإمام أحمد كان نصيا ظاهريا. اثنين هم وفي نصين معروفين في كتب أصول الفقه يقولان إن العقل غريزة، يعني شو غريزة؟ هذا في وجه من؟ في وجه الفلاسفة الذين بدأوا يظهرون ويقولون العقل جوهر فرد متنزل من العقل الفعال، لأن العقل هو الذي يدبر الجسد الإنساني ويدبر المجتمع الإنساني. فإذا كان العقل الفردي نخبويا تتفاوت العقول بتفاوت النزول من العقل الفعال، والعقل هو صاحب السلطة، إذن السلطة لنخبة، كما تكون هذا الفرد متميزا على الآخر بعقله، فالنخبة السياسية هي المتميزة، وهي أساس نظرية اللي أخذوها المسلمين عن أفلاطون وجمهورية أفلاطون والطبقات الأربع وكذا، هو الجوهر الفرد أو العقل الفعال. المسلمون الفقهاء أولا قالوا، ومنذ القرن مطلع القرن الثالث قالوا في رد على الفلاسفة، رد على الكندي الذي كان معاصرا للإمام أحمد والذي كان معاصرا للمحاسبي. الإمام أحمد مات 241 والمحاسبي 243. المحاسبي عندنا النص اسمه مائية العقل وحقيقة معنى، وكتاب تاني اسمه فهم القرآن. الإمام أحمد يرويه عنه تلامذته والحنابلة الآخر أن العقل غريزة أو نور، يعني يتساوى الناس فيه، وما دام الناس يتساوون في إذن السلطة شراكة فيما بينهم، كما أن العقل هم شركاء متساوون فيه. عندنا من جهة التقليد الإسلامي الجديد الذي يقول إن الجماعة هي التي تصنع أعرافها وإجماعاتها السياسية والدينية، وقد احتضنت الكتاب والسنة، وعندنا الجهة التفكير العقلي في الإدارة والذي يقول إنه بيد المسلمين جميعا. لذلك قلت وركزت أكثرت عليكم في هذه القصة، لأنها هي أساس بعد ذلك كل التفكير السياسي في مسألة الدولة، والذي تأسس عندي في النصف الأول من الثمانينات. الفكرة الرئيسية الثانية، التوسع في البحث عن المصادر المباشر للتفكير السياسي في الإسلام أو التفكير بالدولة. إن كل تفكير سياسي هو تفكير بالدولة، وكانت الفكرة السائدة أن المسلمين ما كتفوا في السياسة أو في التفكير بالدولة إلا أقل القليل، وذلك إما لأن العرب ليس عندهم مواريث عريقة للدولة، أو لأن السلطوية الشاملة في الخلافة والسلطنة لا تسمح بالتفكير في دولة المؤسسات أو في الانستيتيوشنال لو. ولذلك هناك الفكر السياسي الموروث عن الإغريق والتقاليد الملكية الموروثة عن الأكاسرة.
هذا كل كتابات المفكرين العرب الكبار منذ الستينات، إنه الفكر السياسي، التفكير السياسي في الإسلام كله إما كسروي أو قيصري. قيصري يعني موروث عن اليونان، فيه بعض التقاليد الشوروية أو كذا، إنه الإسكندر كان ملكا للأحرار، هذا تقول، وكسرى كان ملكا للعبيد. بس المهم أن التقاليد وكل كلام فعل غلط. وعندما يعني محمد عبد الجابري في العقل السياسي العربي هذا الكلام يقوله، ويقول انتصرت الكسروية في السياسة وفي الأخلاق، في نظام الحكم عندنا الخلافة والسلطنة، وفي الأخلاق في الفلسفة الأخلاقية الإسلام، ومحمد أركون وكله، ما فيش ولا واحد منهم من المثقفين المحدثين العرب الكبار. وعندما تعرفت على الأستاذين حسن حنفي والجابري أواخر السبعينات وأهديتهما نشرتي، كنت بدأت أنشر، يعني سأقول لكم عن نشاطي العملي، بدأت أنشر مخطوطات عربية قديمة في السياسة، في التفكير السياسي. فكان أول كتاب نشرته قوانين الوزارة وسياسة الملك للماوردي، أهديتهم نسختين، كان في مؤتمر في بيروت، وقلت لهم أنه يعني أنا وجدت في عندنا 360 مخطوطة موجودة في التفكير السياسي، لماذا لا نستطيع أن نكتب تاريخ الفكر؟ سألوا ليس صحيحا ما تقوله، ولا يمكن أن تكتب التاريخ، لأنه كتابة التاريخ علمي للتفكير السياسي، التفكير بالدولة في الإسلام. قال لي حنفي: ماذا عندنا غير الأحكام السلطانية للماوردي والسياسة الشرعية لابن تيمية والنظرات السياسية لابن خلدون في مقدمته؟ يعني تقسيمه للملك إلى ثلاثة أقسام: الملك الديني يعني الخلافة، والملك العقلاني أو السياسي اللي هم الأكاسرة والقياصرة، والملك الطبيعي يعني ملك الطغيان العنيف. يظن غير المتخصصين أن تحقيق النصوص القديمة بضاعة مزجات سهلة، لكنها كانت شديدة العسر علي بعد أن عملت استقصاء أوليا، وتبين أنه عندنا مئات المخطوطات في التفكير السياسي في الإسلام. صحيح أنه تغلب عليها مسائل نصائح الملوك، يعني نصفها في نصائح الملوك. لقد اجتمعت لدي مئات المخطوطات للتفكير السياسي والسياسة الشرعية في سائر العصور، وقد تدربت على قراءة النصوص على أيدي محمود شاكر وحسن عباس وعبد السلام هارون، كيف تقرأ نصا وكيف تكتب حواشي عليه وكيف تجمع مخطوطاتي، وعلى نشرات المستشرقين الأولى الأوائل. لكن خلال التحقيق وبعده كنت أدرس النصوص بإسهاب في تمهيدات تقديمية، ولذلك اشتهرت خلال 10 سنوات بين 1978 و88 دراساتي التقديمية للنصوص أكثر من تحقيقاتي لها، رغم الإتقان البالغ في القراءة والإحالات والفهارس. وتعمدت أن تكون النصوص المحققة من عصور مختلفة إلى آخر العصر المملوك، منذ كليلة ودمنة والنمر والثعلب لسهل بن هارون، ويعني في العصر العباسي الأول، وإلى كتاب السيوطي في كتاب السيوطي في اجتناب أبواب السلاطين. يعني حوالي 10 قرون اشتغلت بنوع من الاختيار، نتيجة أنني صرت أعرفها كلها تقريبا ومدى أهميتها في هذه السلسلة من التفكير بالدولة والعمل عليه. صنفت مدارس التفكير السياسي أو اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي إلى 5 مدارس: مدرسة نصائح الملوك ومرايا الأمراء، ومدرسة الفقهاء، ومدرسة
فلاسفة ومرست كتاب السير والخراج والأموال والإدارة، وأخيرا مرست المتكلمين، متكلمين يعني theologians، علماء الكلام. ولأنني كنت أدرس وأعمل في مختلف مجالات الدراسات الإسلامية وفلسفة الدين، وما استطعت التفرغ لتحقيقات ودراسات الفكر السياسي، فقد عمدت إلى تكليف طلابي المتميزين بتحقيق النصوص ودراستها بالمنهج الذي اصطنعته لنفسي، وكنت أنشر النصوص السياسية بإحدى دور النشر اللبنانية. ثم عرض علي الدكتور يوسف الحزين من السعودية نشر النصوص المحققة ونصوص طلابي بدار ابن الأزرق التي أنشأها خصيصا لنشر نصوص التراث السياسي الإسلامي، وهكذا حصل، وطبعت سائر النصوص في نشرات أنيقة هنا بالمملكة العربية السعودية، وما تزال السلسلة مستمرة. سيطرت علي الفكرة، فكرة أنه يمكن أن نحقق إنجازا هنا في مجال الدراسات الإسلامية في مسألة التفكير بالدولة، إلى درجة لما جالي الأخ سعود يريد أن يعمل عندي ماستر، وكان في الماجستير اللي جايبها معاه في إشكاليات، وقلت له تعال أكلفك بتحقيق نص سياسي إسلامي وانصرف عن الموضوع، مرضيش، أرغمني على موافقة على النص الذي على الموضوع الذي أحضره. لنذهب من النشرات والدراسات إلى التأملات والمراجعات بعد مرور 35 عاما على البداية. فما هي العوامل التي ساعدتني على القيام بهذا المشروع الفكري الكبير، خصوصا أنني لم أعمل عليه فقط، اشتغلت فقه واشتغلت أصول فقه واشتغلت علم كلام، حققت نصوصا واشتغلت فلسفة الدين، على فلسفة الدين، وأنا أعمل الآن ليست سلسلة، لا أتابع السلسلة في التفكير في النصوص السياسية الإسلامية القديمة والدراسات حولها، بل عندي سلسلة في فلسفة الدين، مؤلفات وترجمات، الأكثر ترجمات عن الإنجليزية والألماني. أول العوامل المساعدة هو ثقافتي في كلاسيكيات الإسلام في التفسير والفقه والكلام والفلسفة والتاريخ واللغة والآداب. درسنا في المعهد الديني صغارا، ثم كبرنا وصلنا في الأزهر، يعني حوالي 15 سنة اشتغلنا من ابن 5-6 سنوات حتى تركت الأزهر عام 1970. والقارئ لكتبي ومقالاتي حتى الصحفي منها يلمس هذه المعرفة بكلاسيكيات الإسلام وبالدراسات الحديثة حوله. كان هذا عامل مساعد، يعني أستطيع عندما لم أكن بعد حتى أعرف أن هناك مخطوطات سياسية مباشرة كثيرة، أعرف أين أجد في تاريخ الطبري نصا سياسيا، أين أجد في العقد الفريد لابن عبد ربه نصا سياسيا، أين أبحث عن التفكير بالدولة في الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، باعتبار كلها كتب متداولة. أما العامل المساعد الثاني فهو سنوات دراسة ألمانيا وسنوات التدريس بالولايات المتحدة الأمريكية، فإلى جانب العلوم الدينية وفلسفة الدين ونقد النص، هناك العلوم التاريخية والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، وقد أغرمت بكانت ثم بماكس فيبر وتأويليات غادامر، ثم أغرمت في أمريكا بهودجسون وتشارلز تايلور وبول ريكير، وجرؤت على ترجمة ماكس فيبر وتايلور إلى جانب المستشرقين الكبار وعلماء نقد النص في العهدين القديم والجديد. تعلمت أشياء منهجية كثيرة جدا، يعني هذه معلوماتي حتى انتظمت، صار هناك سياق منهجي، وأمامك عدة موديلات فكرية لتشتغل عليها، أيها يتلائم مع النصوص الإسلامية ومع طبيعة الإسلام ومع السياقات التاريخية لتجربتنا الدينية، تفترق عن التجربة عن تجاربهم، ولكنك تستطيع أن بعد أن تتقن هذه المدارس والمناهج تستطيع أن تتخيل وتستطيع أن تجد كشوفا وتستطيع أن تجد فروقات، يعني المقارنة تصبح ممكنة. ومن هؤلاء وكثيرين غيرهم أفدت كثيرا من الناحية المنهجية والموضوعية،
والذي يقرأ دراساتي الأولى في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي يحس بتأثيرات فيبر وغادامر وكارل شميت علي قبل الاستقلال بمنهج منقع. أما العامل المساعد الثالث وهو أداتي إذا صح التعبير، فهو أنني كنت محظوظا خلال الفترة الطويلة كلها بوجود مجلات علمية وفكرية تحت تصرفي، فقد حررت على التوالي، كنت رئيس للتحرير في مجلات الفكر العربي والاجتهاد والتسامح أو التفاهم العمانية، وهكذا فقد زاملت واستكتبت مئات الكتاب والمثقفين والمفكرين العرب والأجانب. أنا مترجم حوالي 150 دراسة لهذه المجلات عن الإنجليزية وعن الألمانية خلال هذه السنوات. عندما أعمل المجلات دائما خطتي كانت، وصارت الآن تقليدية، وقد لا تكون هي أحسن الطرق في المجلات الفكرية، أنه أعمل محورا للموضوع المدينة مثلا، فأستكتب 20 كاتب عربي وأشوف ما هو أحسن النظريات والكتابات حول المدينة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، اللغات الحية. الفرنسية أكلف غيري بالترجمة، أما الإنجليزية والألمانية فأنا أترجم المقالة، وهذا من سنة 1978 ل 2015. ولذلك كل المواهب العربية الشابة والكهلة مرت علي واستفدت منها واستفادت مني، وكما أنني ترجمت كثيرا وبالذات عن الألماني والشب والعرب لا يعرفون، ليس هناك عرب درسوا علوما إنسانية في ألمانيا، ولذلك أنا استفدت وهم استفاد. وهكذا فقد زاملت واستكتبت مئات الكتاب والمثقفين والمفكرين العرب والأجانب، والذي يقرأ أحد أعداد مجلة الاجتهاد أو الفكر العربي أو التفاهم يجد أن أي عدد منها لا يخلو من مقالة لي أو مقالتين وترجمات في موضوع المحور عن الألمانية والإنجليزية. العامل المساعد الرابع والأخير هو المكتبة الهائلة التي تكونت لدي وما تزال تنمو. درست أنا في الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية تصوروا أن ليس عندها مكتبة عامة ولا حتى في كلية الآداب مكتبة خاصة بكلية الآداب، جامعة الدولة. لذلك عليك أن تعتمد على نفسك أو على مكتبة الجامعة الأمريكية واليسوعية، وفي كثير من الأحيان كنت أذهب إلى الجامعتين، يكون الكتاب مستعار، الكتب الجديدة يحتاج أن تنتظر إليها، اعتمدت على نفسي، صرت أنا أشتري الكتب. المكتبة الهائلة التي تكونت لدي وما تزال تنمو وربعها كتب بالألمانية والفرنسية والإنجليزية، وما أزال أقتني كل جديد في فلسفة الدين والفكر السياسي وفلسفة التاريخ والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والتأويليات، وإلى سلسلة التفكير السياسي في الإسلام التي تبعتها مع عام 78 أحاول إنشاء سلسلة من الترجمات كما قلت لكم في فلسفة الدين، وقد صدر منها قبل شهر كتاب كيف يتكون الدين لوايتهيد ألفريد وايتهيد. عندي الآن حوالي 50,000 كتاب، 3/4 عربي والبقية نعم يعني اتفقت مع جمعية المقاصد، عندهم مكتبة كبيرة، نبحث عن متبرعين، نبني مبنى ونعمل مركزا للبحوث وأضع مكتبتي عندهم، يعني أهديهم المكتبة. أما العقبات والإعاقات وفي مجال التفكير السياسي في الإسلام بالذات فهي موضوعية ومنهجية، فقد أخذ علي بعض الزملاء اهتمامي بنشر كتب ونصوص نصائح الملوك أو مرايا الأمراء، إما لأنها من الدثائر الكلاسيكية المكرورة أو لأنها تشجع على الاستبداد وتبني ثقافته. ماذا يفعل كاتب النصيحة للملوك أو كاتب كتاب نصائح الملوك على ألسنة الحيوانات مثل كليلة وجمنة؟ ماذا يفعل؟ يقول للملك أنت شرعي، لا يناقش شرعيته، لكنك ولذلك أنا مهتم بالاستقرار ومهتم بأن يطول ملكك، لذلك إذا أردت أن يطول ملكك وأن لا تحدث تمردات عليك وأن تحمى دولتك من الهجوم الخارجي
عليك أن تكون عادلا تجاه كذا، وأن تفعل كذا في الأموال، وأن تفعل كذا في الجن، وأن كلها تقريبا تدور حول سياسات الملك التي تطيل الملك وتحقق الاستقرار وتمنع التذمر والاضطراب. بيعتبروها الكتاب العرب المحدثين هذه الدثائر الكلاسيكية بالمئات مكتوبة بالعربية، يعتبرونها تبريرا للاستبداد، إنه الملك إذا أحسن سياسته أو الأمير أو السلطان إذا أحسن سياسته فهو يمن على الرعية بذلك، فهم لا يستشكلون سلطته ولا يسألونه كيف وصل إلى السلطة، ولا يسألونه لماذا هو بطاش إلى الحد، يسألونه الرأفة والرحمة بالرعية للحفاظ على الاستقرار والاستمرار الملك، يعني أنها براغماتية أو نفعية. أنا درستها واشتغلت عليها كثيرا من وجهتي نظر، واحد لماذا انتشرت، لماذا رحب الناس كثيرا فيها أكثر مما رحبوا، يعني يقرأها كل إنسان هذه النصائح أكثر مما رحبوا بكتب الفقهاء مثل الأحكام السلطانية ومثل السياسة الشرعية، تلك للنخب institutional law. اثنين، على ما هي دلالاتها؟ دلالاتها على ظهور الإمبراطورية في عالم الإسلام، لأن هذه الكتب منقولة، يعني الدافع إلها هذه العقلية الإمبراطورية للدولة الهائلة الضخمة التي قامت، يلائمه هذا التفكير، هذه الطريقة في التفكير، مش مسألة الاستبداد، مسألة تتكون عندك رؤية للعالم، العالم كله بين يديك. كنا عم نحكي مع الدكتور سعود عن معركة طلس في مع الصينيين، امتى؟ عام 133 هجرية في تركستان، هونيك الآن في كازاخستان، وقتها جابوا ناس من الصينيين علموهم صناعة الورق. فعندك سنة 133 هجرية هم على حدود الصين، بيقولوا الشاعر كعب الأشقري بيقولوا لي قتيبة ابن مسلم وصلوا إلى ترمذ لقوا 3 أمتار ثلج، راحوا أنا غزوا الرهين للغنائم، قالوا هبت رياح شمال أسقطت بردا واصفر بالنيب بعد الخضرة الشيح فرح الهديت ولا تجعل غنيمتنا ثلجا يصفقه بالترمذ الريح. شو عم نعملها؟ فهذا عالم، هذا عالم يظهر له، يظهر فيه تفكير سياسي معياري وآخر غير معياري، وهذا من التفكير غير المعياري، عالم الإمبراطورية هذا العظيم. وقد اعتبرت فن نصائح الملوك إذانا بظهور الإمبراطورية في عالم الإسلام، ودرست دلالات ذلك، كما اعتبرت مدرسة الفقهاء في الفكر السياسي مدرسة للشرعية وإشكالاتها. إذا تبحث كيف وصل فلان إلى السلطة، وما هي وظيفة السلطة، وما هي أين تكون شرعية وأين تنقص شرعية، تشوفها في كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، في كتاب ابن تيمية، في كتاب الماوردي، في كتاب ابن جماعة، في هذه الكتب. وإذا أردت أن ترى النمط كيف صار الناس وكيف صار المجتمع وما هذه المتغيرات الهائلة التي حدثت، بدك تشوف نصائح الملوك. إذا أردت أن ترى إشكاليات علاقة الدين بالدولة، بدك تشوف كتب المتكلمين كيف كانوا يكفرون هؤلاء المتكلمين المعتزلة العقلانيين، عندهم شيء 1000 تكفيرية ضد بعضهم كلها لها علاقة بالسياسة، يستخدموا العقيدة في 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 التأثير في السياسة، وكذلك الفرق العقائدية الأخرى. يعني لذلك زملائي كمان انتقدوني، قالوا لي المتكلمون ليس تفكيرا سياسيا، علم الكلام حتى عندما يكتبون في الإمامة هي فكر عقائدي وليس فكرا سياسيا للأخذ والعطاء والإباحة والكراهية. العقبة الأخرى
غير مسائل المنهج وفهم هذه المدارس وأيها ينبغي أن تستخدم في التفكير السياسي في الإسلام والتي اختلف معي زملائي عليها. في عندنا مسألة العقبة الأخرى وهي عقبة كأداء تبدو لي في السياقات المعاصرة والتطورات بداخل الإسلام خلالها وظهور الإسلامين السياسي والجهادي. كيف بدك تشتغل على التفكير بالدولة وقد صار ثابتا لدى تلتين المسلمين المتدينين أنه عندهم دولة إسلامية عقائدية دولة دينية وأنه هذه أصلها الإسلام الأول من أيام النبي عليه الصلاة والسلام وحتى تقوم القيامة. ظهرت عقدنة هائلة في التفكير بالدولة وصارت الدولة المسمات إسلامية ركنا من أركان الدين لأن الشريعة لا تطبق إلا من خلالها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا نص منقول. ومن الطبيعي أن يعود أهل الإسلام السياسي والآخر الجهادي إلى أصول الإسلام وإلى مراحله الكلاسيكية ليجدوا أن دولة الخلافة وعقابها كانت دولا دينية مهمتها تطبيق الشريعة. ما في أقل عقل من الذي يقول إن مهمة الدولة تطبيق الدين. مهمة الدولة إدارة الشأن العام والتفكير كيف تديره وليست مهمتها تطبيق الدين. أقصى ما وصل إليه الموردي يقول لك حراسة الدين، الدين الموجود يعني، مش هم الدولة لا تحدده. إذا بالدولة تطبق الدين هي التي تحدد ما هو الدين. إن دولة ليجدوا أن دولة الخلافة وعقابها كانت دولة دينية مهمتها تطبيق الشريعة ومن الضروري العودة لذلك اليوم ليعز الدين وينكفئ أعداء الإسلام ويواجههم لدى المثقفين العرب والمسلمين منطق آخر يصل إلى النتائج نفسها إنما بطريقة معكوسة. أن الموروث الإسلامي كله صار عبئا وعقبة على العرب والمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم وينبغي تفكيكه السياسي والديني والاقتصادي والاجتماعي وإزاحته لكي يتمكن العرب والمسلمون من اعتناق الحداثة. وقد صارت أيديولوجيات تحرير المسلمين من أعباء الإسلام عالمية الآن كما هو معروف. وقد وفي هذه الأجواء والسياقات كيف يمكن قراءة تاريخ التفكير الديني والسياسي في الإسلام القديم؟ سواء كنت تكتب عن تطور التفكير الديني والمذاهب الفقهية والمذاهب الكلامية أو كنت تكتب عن المدارس والاتجاهات السياسية أو الاجتماعية في الحضارة الإسلامية العظيمة هذه باعتباره تاريخاً لتجربة لم تعد تستطيع، كلها عقائديات، لم تعد تستطيع أن تكتب عن التفكير الديني أو التفكير السياسي باعتباره تاريخاً لتجربة ثقافية وسياسية وحضارية. التاريخ السياسي جزء من التاريخ الثقافي أو جزء من التاريخ العقدي، جزء من التاريخ الديني. هذه إشكالية كبرى ما كانت موجودة. بل كيف يمكن اعتبار الدولة مؤسسة مصلحية وتدبيرية كما كان الفقهاء والمتكلمون جميعا يقولون ويعتقدون، يقولون يعقدون بابا في الإمامة في آخر كتبهم هؤلاء المتكلمون المسلمون والفقهاء ويقولون إن الإمامة ليست من التعبديات لكننا نذكرها ردا على الشيعة، بل هي مصلحية وتدبيرية. يعني كان الأولى أن لا تذكر باعتبارها ليست جزءا من الدين. التفكير بالدولة ليس جزءا من التفكير الدين. إن المسألة في هذا السياق مسألة وعي يريد أن يتحول بالقوة وبالتحويلات المفهومية إلى تاريخ. وأذكر أن شيخا مغربيا كبيرا وعاقلا خاض معي قبل سنوات نقاشا استمر لعدة ساعات عن طبيعة الدولة في الإسلام، وقد أريته في مكتبته هو نصوص الفقهاء عن مصلحية الإمامة وتدبيريتها وأنها ليست من التعبديات وأن
والشريعة هي الدين، وإذا كانت محتاجة الآن يعني الشريعة إلى تطبيق وبالقوة فهذا يعني أننا غادرنا الإسلام. وقد بل لي أنه اقتنع، فقمت للمغادرة فلحقني للتوديع وقال لي هامسا: لكن ما الضرر إذا صار من مهمة الدولة حراسة الدين وتطبيقه كما كان عليه الحال في الماضي؟ خلص هو مقتنع، خلص هذا وعي جديد. ما عاد إيه؟ يلا خمس دقائق أختم. ما هي المحققات أو الإنجازات؟ ما أنجزت تاريخا للفكر السياسي في الإسلام، لكن في العام 88 عرض علي حسن حنفي والجابري نفساهما إنشاء جماعة الفكر السياسي الإسلامي، إنه صار هناك تخصص اسمه الفكر السياسي الإسلامي. وقد ترجمت بعض كتبي ومقالاتي بشأن هذا الأمر إلى اللغات الحية، وصار الفكر السياسي الإسلامي تخصصا درسته في هارفارد وشيكاغو وبرينستون وسالزبورغ وبامبرغ، وصار الطلاب يأتون من أوروبا وأمريكا والعالم العربي ليسمعوا الدروس ويقوموا بالبحوث في الفكر السياسي الإسلامي القديم والحديث. إن مسألة المرجعية العلمية مسألة شديدة الأهمية، وما نزالوا بعيدين عنها في الدراسات الإسلامية. وأنا أزهري، وقد ذهبت إلى ألمانيا للتخصص، كما ذهب شيخ الأزهر الحالي إلى السوربون، وشيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود كذلك إلى السوربون. لكن حصل تقدم في بعض جوانب الدراسات الإسلامية ومجالاتها، الدراسات الفقهية بالذات، ومن تلك المجالات التفكير السياسي في الإسلام، وقد كان لي إسهام في ذلك كما أعتقد. ولهذا حصلت على جائزة مؤسسة ملك فيصل، وهي مؤسسة لا تمزح ولا تجامل وتسعى للتأهل والتأهيل للمرجعية العلمية. عندي 28 كتابا بين مؤلف ومترجم ومحقق، منها 4 في التفكير السياسي في الإسلام قديما، و10 نصوص سياسية محققة، و4 كتب في الفكر الإسلامي الحديث، والبقية ترجمات عن الألمانية والإنجليزية في التفكير السياسي وفلسفة الدين والاستشراق والفلسفة والتاريخ والأنثروبولوجيا، وهذا فضلا عن حوالي 100 دراسة قصيرة في المجلات العلمية وعشرات المراجعات للكتب الجديدة. وعندما بلغت 60 أعد لي أساتذتي وزملائي وطلابي كتابا تذكاريا ضخما، وأقامت رابطة العلماء المغاربة يوما دراسيا لأعمالي، وكتبت عني عدة كتب أظرفها وأطرفها، لأنه فهم عقدتي. شمس الدين الكيلاني كتب كتابا، رجل اسمه شمس الدين الكيلاني كتب كتابا عنوانه الجماعة وتحولاتها في تفكير رضوان السيد. وعندي مشروعان قادمان، أحدهما قديم وهو الكتاب عن أهل السنة والجماعة، وقد أنجزت المجلد الأول، سيكون في 4 مجلدات، والآخر حديث وهو الكتابة في التقليد الإسلامي ظهورا واستتبابا وتصدعا. أختم بمسائل كلنا نعرف الوضع السيء الفظيع الذي لا يكاد يصدق الذي وقعت فيه أمتنا ووقع فيه ديننا أيضا. وكنت عندما تشتد علينا الهجمات، نحن العرب والمسلمين بعد العام 2001، أنشد بيتي الشعر العربي القديم: عربي أنا فإن كنت غضبا فاملئي وجهك القبيح خموشا، نحن كنا سكانها من نزار وبنا سميت قريش قريشا. أشكر لمؤسسة جائزة الملك فيصل هذا التقدير الكبير، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق إلى الاستمرار في التجديد والتشييد، وإلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم. نشكر الدكتور رضوان السيد على هذه المحاضرة القيمة، وهناك كثير جدا من الأسئلة وطلبات المداخلة، ولكن أحب أن أتمنى سرعة إخراج كتاب أهل السنة والجماعة الذي ذكرت أنه من أكثر 10 سنوات، وأن تذكر أن الجزء الأول انتهى ويبدو أنه يعني إن شاء الله. بالنسبة للأخوان الذين طلبوا والمداخلات، أرجو التكرم بأن تكون لا تزيد المداخلة عن 2 دقيقة، لأن هناك طلبات كثيرة للمداخلات. المداخلة الأولى الدكتور إبراهيم الشتوي.
لازم أفتحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أهنئ سعادة الأستاذ الدكتور بالفوز بالجائزة. معذرة دقيقة، يعني الوقت ضيق، لكن سأدخل إلى الموضوع مباشرة بناء على ضيق الوقت كما تفضل سعادة رئيس الجلسة، وهو أنني الذي فهمته من حديث الأستاذ الدكتور ومما قرأته من كتبه الذي قاله بأن الدولة لم تكن، ليست شأنا دينيا، ليست من قضايا الدين في مفهوم الإسلام، في مفهوم أهل السنة. وهذا يعني بأن ليست هناك نظام للحكم مخصص في الإسلام، يرى نجد أن الإسلام يرى بأن هذا هو نظام إسلامي، وإنما القضية هي أن تقوم شؤون الناس بصورة من الصور. وهذا الأمر الذي تفضل بذكره الدكتور وقد قرأته في بعض كتبه يدلنا على أن المسألة التي اشتهرت عندنا والتي كثير من الناس يرددها بأن الإسلام دين ودولة أنها غير صحيح، وأن فقط الإسلام دين وهو مثله مثل الأديان الأخرى، ولا تمثل قضايا الدولة فيه أمرا ركيزا. المسألة الأخرى وهي قضية الجماعة، الجماعة هو البداوة إن صح التعبير. سعادة الأستاذ الدكتور تفضل بأن هناك عدد كبير من الثورات قام بها زعماء القبائل في عصر بني أمية، ويبدو لأن هؤلاء المسألة بالنسبة لهم ليس موقفا من الحجاج بن يوسف أو من بني أمية ووعي سياسي، وإنما هو بمثابة موقف يشبه موقف المرتدين أيام أبي بكر، فهم مؤمنون بالبداوة مخالفون للجماعة ولذلك يتمردون عليها. المسألة السؤال الذي يطرحه الآن، هل قضية الجماعة والإيمان بها أمر لازم في الفكر الإسلامي، أم أنه من الممكن أن يكون الإنسان عايشا في البداوة بمعنى أن يكون مسلما ولكنه لا يدين ببيعة لأحد؟ شكرا. الدكتور عبد الرزاق اليوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر لمركز الملك فيصل رحمه الله الذي أعطانا فرصة الالتقاء بالأستاذ الدكتور رضوان السيد. سؤالي عن المرجعية في التفكير السياسي. نحن في العالم العربي نواجه مشكلة المرجعية القومية، بمعنى حفظ الشأن العربي. وعندما نرى مثلا الدولة الفارسية وقد استولت على عربستان، نسأل عن حكم أو مسألة ضم البلدان، وخاصة عند الاستقواء بالعجمي كما هو حال مع الإنجليز في إلحاق أجزاء من الأراضي العربية المسلمة إلى دولة فارسية. ما هو حكم الفكر الإسلامي؟ وشكرا. سأجيبك أولا، لا أقصد بالمرجعية المرجعية السياسية، نحن زعيمة العرب والمسلمين الآن المملكة، ليست هناك مشكلة في المرجعية. أنا أقصد نحن حتى عندما ندرس الإسلام نضطر لروح الجماعات الغربية ونأخذ دكتوراه. لماذا هم ما بيجوش لعندنا وكمان يبحثون عن accreditation عندنا؟ وهذا في كل شيء. أقول إنه ينبغي، أنا متأكد أن اليابانيين صاروا مرجعا في الشأن الياباني، وكذلك الصينيون. الأمريكان يفكرون والإنجليز بالصين وباليابان، ولكن أولادهم يذهبون إذا أرادوا التخصص الصيني اليابان يذهبون إلى الصين واليابان، وعندهم معاد متخصصة وصارت شديدة الأهمية والمرجعية لها. نحن ما زال مقصرين عربا ومسلمين في الدراسات الإسلامية. أنا أريد أن نصبح نحن الريفرنس، نحن الأكريديتيشن، أن يأتوا إلينا.
لا نريد بذلك أن نختص أنه ما نعود نروح على الغرب، لا، نصبح أنسادا حتى في العلوم الإنسانية وفي العلوم الاجتماعية وفي العلوم. هذه شراكات في العلوم البحتة والتطبيقية، صارت المسألة القوة المالية التي تنتج قوة اختراعات وبيمشي الحال، وممكن مع الوقت أن نصبح شركاء. ولكن هذه المسألة، مسألة المرجعية في العلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية، تحتاج إلى تأهل وإلى تأهيل. وأنا أرى طريقة الملك، مؤسسة الملك فيصل في العمل، تساعد على حصول، يعني تعترف بهم، فالمؤسسة بإعطائهم الجائزة في التخصصات العربية أو الإسلامية، وبالتالي يكون نوعا من التأهل للمستقبل. يعني ينبغي علينا أن نسعى للحصول على المرجعية العلمية على الأقل فيما يتعلق بشأننا الخاص العربي والإسلامي، وأن لا نظل يعني لا يعتبر عالما إلا إذا رأى على إنجلترا، أو أنه متخصص دقيق لا إلا إذا اتبع مناهجهم وأخذ الشهادة من عندهم. فالمرجعية هذا ما أقصده، ليست، لا أقصد المرجعية السياسية التي نعاني منها معاناة كبيرة والآن تتصدى لها السعودية وإن شاء الله سنوفق. المسألة ما سألني عنه الشيخ إبراهيم، مسألة أخرى، الجماعة الأمويون اعتبروا في رسائل عبد الحميد كل من خرج على السلطة أو تمرد أو له مطلب يعتبرونه خارجا على الجماعة وداخلا في الفتنة ويقاتلونه كما تفعل كل الدول. الفقهاء طلعوا حل، طلعوا الزهري وقال إنه يستن فيه سنة علي مع الخوارج مع المحكم، أنه لا، هناك فرق بين الثائر لسبب قبلي أو الثائر لسبب سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. فالثوار الشرعيون هم الذين لهم تأويل سائغ اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو أخلاق، وإذا كان لهم تأويل سائغ فعلى الإمام أن يرسل إليهم من يفاوضهم وأن يحاول أن يحقق مطالبهم، حتى إذا تعذر ذلك كما تعذر مع أهل حرورة وقتلهم الإمام علي وكاد يبيدهم، لا يجوز بعد انفضادهم وتركهم للسلاح، لا يجوز مصادرة أموالهم ولا حبسهم ولا محاسبتهم على الجنايات التي ارتكبوها باعتبارهم متمردين سياسيين. يعني الجريمة السياسية غير الجريمة العادية وغير جريمة المحاربين وقطاع الطرق التي يذكر القرآن وعقوباتها. هذا سألوا عنا للزهري سليمان بن هشام بن عبد الملك، طبعا لم يحصل ما تبناه الفقهاء، بالآخر طالبوا الفقهاء ومنهم أبو يوسف اللي كان قاضي القضاء، طالبوا أن يحاكم الثوار إذا أصر أمير المؤمنين على محاكمة الثائرين، مع أن الفقهاء كلهم يقولون أنه ليسوا مسؤولين عن دم أو مال بعد خمود الثورة، الدولة هي التي ينبغي أن تعوض على من أصيبوا. قالوا له طيب فليحاكموا أمام القضاء، مرضي أمير المؤمنين، وعملوا قضاء المظالم الذي كان يحضره القضاة. ولكنه ما أقصده أن هذه سنة كل الدول حسنة أو سيئة، ولكن كان هناك هذا التفكير الفقهي موجود منذ أيام الأم للشافعي وحتى مطلع القرن العشرين، في كل كتاب فقه باب اسمه باب أحكام البغاة، والبغاة هم البغي في الأصل المطلب، بعدين صار له كونوتيشن، صار له يعني ارتباط سلبي
يعني البغي المعتدي. ولذلك في هذان النوعان، هذا النوع السلوك وهذا النوع من التفكير. فمسألة الجماعة أقصد أن السلطة كانت شاملة، أو المسلمين يعتبرون السلطة في الدين وفي التفكير بالدولة شاملة، بمعنى أنها حق لكل الناس. ولذلك هذه فلسفة الشورى، وعندما في القرن الثاني والقرن الثالث تضاءل البحث في الشورى. لماذا تضاءل البحث في الشورى؟ لأنه ظهرت الإمبراطورية في عالم الإسلام. حتى أحياها من؟ البحث في الشورى، ابن عقيل الحنبلي في كتابه الفنون، وابن تيمية في السياسة الشرعية، عم بيقول إنه إجت السلطنة والخلافة راحت، في نوع جديد من أنواع السلطة، تعالوا نترك أصل السلطة والحديث عن الخلافة ونشوف ما هي وظيفة السلطة. كل سلطة تحقق هاتين الوظيفتين نحن، وفي ظل الإسلام كل سلطة تحقق هاتين الوظيفتين فنحن نعتبرها شرعية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمانات يعني الولايات وقسمة الفيء، إدارة الدولة وقسمة الفيء، وهذا والقسم الثاني تحقيق العدالة السياسية والقضائية. وهذا تفكير جديد ذكروا في تحت فصل ذكروا عنه ابن القيم لابن عقيل، اسمه جواز عمل السلطنة بالسياسة. عم يشتغلوا عن تغيير مفهوم السياسة. على كل حال أصل إلى المسألة الأولى، ولا أنت لم تفهمني. ليست هناك دولة دينية بمعنى أن الإسلام ملزم بها، ولكن كل الناس الذين يفكرون بالدولة مسلمون، ومؤكد أنه يؤثر فيهم مثال العدالة وأي مثال آخر. لذلك قلت أنا أنه في بعض الناس أخذوا علي أن يعتبروا المتكلمين تفكيرا سياسيا وهو تفكير عقائدي، يعتبر أنه من خالف فكره السياسي هذا يكون كافرا. هذه ساعتها ما بعد تفكير سياسي. أنا في هناك أربع مدارس للتفكير السياسي كلها إسلامية، ليس هناك نظام حكم مقطوع بأمره ويقيني مثل يقينية الوحدانية والنبوة واليوم الآخر والصلوات والصوم والحج. ليس كما يقول الأصوليون المحدثون أنها بمثابة ذلك وأنها ركن من أركان الدين. إنما الذين كانوا يفكرون ماذا كانوا؟ كانوا مجوسا، كانوا مسلمين، ولا شك أنهم متأثرون بقيم الإسلام وأحكام، ولكنه تفكير اجتهادي وتفكير على سبيل الشراكة. كل واحد منهم يعتبر أنه شريك في هذا الأمر السياسي وفي التفكير فيه، وكما أن كل منهم يعتبر أنه من حقه الاجتهاد فيه. هذا هو ما أقصده، الذي أقصده أنه ليست هناك دولة دينية، دين ودولة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة، وفي كتاب المدينة نص صريح على ذلك، إن المؤمنين والمسلمين من قريش ومن لحق بهم ويهود ومن لحق بهم فجاهد معهم ومن تبعهم ولحق بهم فجاهد، أنهم أمة واحدة من دون الناس. شو هذا؟ إعلان لقيام دولة، قيام كيان، إعلان كلام كيانسي. هل ألزمنا النبي صلى الله عليه وسلم به وقال إن هذا الكيان هو المعلن؟ هو طيب ليه المسلمين حضرتهم بعد منه قالوا لا يجتمعوا بجزيرة العرب دينان وطلعوا اليهود والمسيحيين، والنبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول إنه نحن اليهود معنا، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، تعددية دينية ووحدة سياسية. لم يلزمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا بتنظيماته في المدينة ولا بأحكامه في الخراج، ماذا فعل في وادي القرى، ماذا فعل. ففي الأمر السياسي، في الأمر الإداري ليس هناك إلزام. وكذلك الخلفاء الراشدون من بعد اختلفوا في أمور كثيرة، كلها ذات طبيعة سياسية، ولم يكفر بعضهم بعضا بسبب الاختلاف في هذا الأمر السياسي.
نعم في قرب، ولكن الدكتور إبراهيم يريد إحراجي إنه يقول لك إنك أنت علماني، أنت لا تقول بالدولة الإسلامية، فكويس ما طيب. نعم لا أقول بالدولة الدينية، نعم لا أقول. طيب هناك طلب مداخلة من الأستاذ إبراهيم مبارك. إبراهيم أول شيء جاوب على سؤالك على كلامه. ما مين؟ مش عبد الرزاق يوسف؟ اي نعم. يخرب بيشك ما اجبتك علي في الاول على المرجعيه العلميه، قلت لك انا لا اتحدث عن المرجعيه السياسيه. ابراهيم المبارك العرب الان تتصدى السعوديه لقيادتهم في مواجهه التحديات الايرانيه والتحديات الاخرى واخماد الحروب الاهليه هذه التي والحروب الاخرين على ارضها. أنا لا أتحدث عن ذلك، أنا أتحدث عن المرجعية العلمية. كيف رضوان السيد بيصير بيروح بتخرج من الأزهر يعتبر أعلم العلماء بالإسلام ولا يضطر للذهاب لا إلى ألمانيا ولا إلى إنجلترا. فإذا ذهب بعد الدكتوراه في الأزهر أو بعد الشهادة العليا في الأزهر فلكي يستفيد من المناهج السائدة وإلا فالندية متحققة ونحن شركاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور رضوان السيد على ما أفادنا ومن حديث طيب كريم. إلا سرني أيضا كذلك في رده على مداخلة الدكتور إبراهيم الشتوي أنه تراجع عما كان عليه من حديث في حديثي عندما كنا نستمع. وبودي يعني أن ألفت أو يعني من قبيل الإضافة مسألة مفهوم أو مصطلح الإجماع غير مصطلح مفهوم الجماعة لا شك. فعلماء الأصول عندنا، وأنا أتكلم لا شك بحكم تخصصي أحمل الماجستير في القضاء والسياسة الشرعية، ومفهوم الإجماع هو إجماع علماء أمة في عصر من العصور على حكم معين فيصبح ملزماً وقوته كقوة الدليل من الكتاب والسنة كما لا يخفى. أما الجماعة جماعة المسلمين إنما الذي يقابلها في نظري اليوم هو مفهوم الشعب، بمعنى أن جماعة المسلمين إذا رضيت بفلان يعني عن اختيار وعن رضا وتشاور فيبايع على هذه الأسس. كذلك وددت من الأستاذ الدكتور رضوان أنه لما تكلم عن لأن عنوان الحديث هو الأعمال في التفكير السياسي الإسلامي والمسألة المرجعية، وددت أنه أحال إلى القيم الإسلامية أو المرجعية الإسلامية في قضية الحكم، لأنه يتكلم عن السياسة الآن في التفكير السياسي ما هي. لا شك هو ذكر شيئا من ذلك عندما أيضا عقب على مداخلة الدكتور إبراهيم ومسألة إرادة الآية أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذه من القيم الإسلامية في الحكم. والمتفق عليه عند علماء الأمة أن نصف الإسلام هو فقه سياسي، ولكن الذي غيب هذه الصورة عن الأمة على مدى قرون طويلة هي عملية إغفال هذا الأمر بسبب اجتناب الوقوع في الفتنة، والفتنة مع الأسف هي 12 نوعا، فأخذوا يقولون الحديث في هذا يأتي بفتنة وكذا، وهذا هو أمانة يجب أن تؤدى للحاكم والمحكوم. ولذلك نجد أن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم خير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير وأحسن تأويلا. فمعنى رد الحاكم والمحكوم إلى الكتاب والسنة في حال التنازع، هذه مغفلة. مثلا تجد كليات الشريعة مثلا تهتم وتؤصل وتلقي المحاضرات في قضايا العبادات والمعاملات، ولكن كتاب القضاء والحكم ما يأتي إلا النزر القليل. ولذلك أصبح عندنا نوع من العامية السياسية في المجتمع الإسلامي عموما،
أتمنى في مؤلفات الدكتور أن يعطي هذا التوضيح أو هذه الإضافة، وجزاكم الله خير. تسمح لي دكتور قبل هنا أيضا سؤال آخر يقول كيف كان الإجماع مسألة سياسية في الأصل، لكن في مجرد ظهر تصحيح تاريخي، الإمام الشافعي نفسه في كتاب الرسالة هو استنبط مسألة الإجماع من الجماعة، فالدكتور رضوان ليس يعني هو الإمام الشافعي في ذلك، وهي مسألة واضحة جدا. لكن عام 1900 نعم تطور مصطلحات، عام 1978 كتب أحدهم مراجعة لأطروحتك في الدكتوراه، وذكر أنك محافظ جدا في تفسيراتك، لكن يبدو الآن أن على مصطلحات ملاحظات ومداخلات الزملاء أنك لست محافظة جدا. هل تغير رضوان السيد أم أن هناك شيئا؟ كلما ازددت علما تتغير آرائي بقراءة النصوص. في المسألة مسألة وعي، وهذه قلتها، والمرجعية أقصد المرجعية العلمية، يعني أقصد كيف بنصير نحن أصحاب الأكريديتيشن، مش المسألة القيمية. ما هو كل التفكير السياسي الإسلامي، التفكير السياسي في الإسلام قائم على المسائل القيمية، ولكنها مسائل اجتهادية، أقصد ليست مسائل ملزمة. نعم تغيرت آرائي، وليس باتجاه لا لعلمنا ولا ضد العلم، تغيرت آرائي في المزيد من قراءة المصادر والمزيد من قراءة المراجع والمزيد من العمل على مسألة الدولة، وتغيرت آرائي في المسائل الكلامية. يعني الناس بيقعدوا يعظموا المعتزلة والمعتزلة الجدد والمعتزلة القدامى على أنهم هم العقلانيون. تغير رأيي فيهم عندما قرأت نصوصهم وحققت بعضها، ليسوا عقلانيين. يعني وما معنى العقلانية إذا كانت تكفيرا؟ فأهل السنة ألطف منهم في مسألة التكفير، وليس صحيحا أنهم كانوا مثلا يفكرون في الحرية الإنسانية عندما قالوا بخلق الإنسان لأفعاله، كانوا يفكرون أن هذا يتفق مع تنزيه الله عز وجل، لأنه إذا كان الله خالقا لأفعال العباد فكيف يحاسبهم عليها، وهذا ظلم لله عز وجل والتنزيه. عم بضرب أمثلة لكيف يتغير الباحث نتيجة أبحاثه. أما في المسائل وقتها كنت طالبا، أنا الآن عندما لماذا يقول للناس لماذا لا تترجم أطروحتك، وجدت أنني في كثير من النتائج التي توصلت إليها لم أعد أستطيع تبنيها. ترجمت أطروحتي الصغيرتين في اللغات السامية وفي اللاهوت الكاثوليكي، ونشرتهما عن العلاقة بين البروتستانتية والكاثوليكية، وعن الدثائر في السبائية بين السبائية والعبرية، ولكنني ما نشرت أطروحتي حتى الآن بالعربية، لأنه في كثير من الآراء تراجعت عنه. هنا سؤال يسأل عن المرجعية الشيعية بما فيها من تنظيم رسمي تحذو حذو الكنيسة الكاثوليكية، فهل أهل السنة والجماعة في حاجة أو حالة تسمح بتطور مرجعية منظمة؟ ندى واحد. الفقهاء أداروا الجماعة الشيعية 1000 عام بسبب غياب الإمام، وأداروا هؤلاء وصاروا مراجع كبارا، وكانوا يؤجلون، عندهم السلطة يعني، ولكن الدينية والاجتماعية، ولكن الدول لا يولون، حتى لو كانت دولا شيعية باعتبار أن الإمام هو صاحب. إجا الخميني أحيا الإمام وأخذ سلطته، فهم كانت الإمامة مؤجلة مقدسة ولكنها مؤجلة، صارت الآن حاضرة. والخميني ليس مبالغا مثل الخامنئي، الخامنئي صار يقدس أموال آل البيت ليستفيد منهم أحياء آل البيت. إنما الإمامة السنية كما ظهرت في القاعدة وتطورت لدى داعش لا تختلف عن المرجعية الفقهية، لا تختلف على الإطلاق، لأنهم يعتبرونها ركنا من أركان الدين ويقتلون علي. أنت لا يكفي، أنا شفت 2 من الموصل
عفوا مش من الموصل، من الرماد، عراقيين مسيحي ومسلم يجون عندنا على لبنان، فقالوا لنا أنه كان المسلم الذي لا يبايع يقتل، بينما المسيحي يأخذ أمواله ويهجر. فما الفرق بينه وبين الإمام؟ بيقول لي حسن نصر الله أنا رايح قاتل دفاعا عن مزارات آل البيت، ما فيش مزارات لآل البيت في حلب، يعني رايح يدافع، يعني رايح يقاتل السنة ويهجرهم لصالح إيران. وعندما يجدون مزارا لآل البيت، أكثر مزارات آل البيت بل كلها في سوريا، حتى مزار السيدة زينب بناه سنة. فيعني هذه المسألة استخدمت الإمامة أبشع استخدام، قدموها بعد، يعني رغم أن الإمام لم يحضر باعتبارها دولة التمهيد. والأمر الثاني الآن يستخدمونها استخداما سياسيا كثيفا لقتل الناس وتهجيره. فالمسألة فظيعة، سواء كانت في هذا التحريف عند السنة لمسألة جعل الدولة ركنا من أركان الدين، من أجل السلطة ركنا من أركان الدين، من أجل القتل بحجة تطبيق الشريعة، والأعوذ بالله كيف تقتل؟ والله بيقولنا أنه جاء لي الدين هذا جاء للإحياء وليس للقتل وللإماتة. لكن ليس هذا من قديم، شارستاني في كتاب الإقدام لما ذكر الإمامة قال هي أكثر ما سفك فيه الدماء ونهب فيه الدماء. مزبوط. في أحد الزملاء عنده اقتراح وسؤال، أما الاقتراح فيتمنى أن تجمع مؤلفاتك ومقالاتك في مجموعة كاملة، وأما السؤال فهو يسألك عن رأيك في السلفية المعتدلة ومستقبلها. أنا نشرت الآن قبل 3 أشهر ولا يستطيع السود أن يقول أني لم أهدي، أهديتك كتاب الإسلام الحنبلي لجورج مقدسي، هذه 4 محاضرات دارس الحنبلية العظيم هذا جورج مقدسي تلميذ هنري لوست، أكثر من اشتغل في 60 سنة الأخيرة على الحنابلة من الغربيين، ألقى 4 محاضرات في الكوليج دي فرانس في 70s، وتنبأ فيهما في النصف الأول من 70s بعودة قوية للسلفية، وقال إنهم أهل السنة الحقيقيون، هذا رأيه، وإنه الأشعرية صاروا أكثرية ولكن أهل السنة الحقيقيون، الجذر هذا الذي سيتجدد هو الجذر الحنبلي. نشرناهم هؤلاء 4 محاضرات بالعربية، كلفت زميلي بترجمتها وأنا كتبت لها تقديما وصدرت قبل 3 أشهر. الذي أريد قوله أن هذه الحيوية التي ذكرها جورج مقدسي صحيحة، وقد وأنا رأيي أن السلفية مثل الإخوانية توقعت في فخ أوقعتنا فيه أفغانستان، مسألة نضج أشياء في التفكير بالدولة بتحويل المفاهيم مثل الجهاد ومثل علاقة الدين بالدولة ومثل يعني وتطبيق الشريعة والحاكمية، كلام هذا نضجت بسرعة بسبب فشل الدولة الوطنية العربية وسيطرة الأمنيين والعسكريين في دول رئيسها، وبعدين أخذونا على أفغانستان. والله لو صبروا 10 سنوات لما صارت، لا عندنا سلفية متشددة، لو صبروا 20 سنة ما صار عندنا لا سلفية متشددة ولا صار عندنا إخوانية سياسية مقاتلة. ولكن لا أعرف من أرسل، واضح أن الأمريكان استحسنوا ذلك وسموهم مجاهدين وكذا، بس مين صاحب الفكرة الجهنمية هذه أنه تطلع واحد من السجن وتعطيه $500 في الشهر وتبعته أفغانستان؟ صار منهم آلاف هناك، المفكرون بينهم قليلون والمتحمسون كثيرون، وراح وظلمت السلفية ظلما هائلا وشديدا، استخدمت أسوأ الاستخدامات، ظل عندهم الإخوان بعض الانضباط في بعض فرقهم ورؤسائهم لأنهم طامعين في السلطة، أنه أنا إذا بقتل في مصر كيف بدي أوصل للسلطة؟
بكرهوني الناس، بس هذاك السلفي صار جهاديا بحتا، ما عاد يفكر لا بالدولة. بعدين اجى التفكير بالدولة في اواخر التسعينات. فأنا رأيي السلفية المعتدلة لا مخرج منها، هي الدين، هي جزء، هذا الجزء الأساسي في الدين. ما عند ماذا، ما هي المشكلة التي عندنا فيها نحن أهل السنة؟ بدنا نخرج من قصة البراء، نخرج من قصة التكفير، نخرج من قصة الردة. والله يا جماعة أحمد بن حنبل هو الذي يقول ذلك، يقول لا نكفر المسلمون على ظاهر الإسلام، ولا نكفر مؤمنا بذنب، ونصلي وراء كل إمام، ونجاهد مع كل أمير. فهذه نريد أن هذه السلفية فلنعود إليها، وهي جديدة الحيوية بسبب نزعتها الأخلاقية الصارمة. امبارح كنا عم نتناقش، يمكن حكينا لنا شي ساعتين عند ناس كنا عندهم، كان متنبئ بنفس الوقت اللي كان عم يكتب فيه هذا جورج مقدسي مقالاته عن الحنبلية القديمة وعن تجدد حيوياتها. كان إرنست جيلنر في كتابه المجتمع الإسلامي يكتب فصلا من هذا الكتاب سنة 72، يقول فيه إن السلفية هي البروتستانتية، كما أدخلت البروتستانتية أوروبا في الحداثة عن طريق أخلاق العمل الصارمة فيها، السلفية ستدخل المسلمين. راعى للجزائر على مكان فيه شبه عبادة لولي صوفي وله صنم وكذا، فدخل هو قاعد بيناتهم عم يرقصوا، أم دخل عليهم 10 سلفيين كسروا المكان وطردوا الراقصين. سر هو أنهم حرصوا على أنهم ما ضربوا منهم أحدا ولا، بس كسروا الـ 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 الأدوات اللي بيعتبروها بتاع. فهو طلع وراح صوب المغرب، كان جاي من المغرب، وراح وإجا على مصر وشاف هذه النزعة اللي طالعة جديد. فهو صار في ذهنه ودارس كل حياته، مع هو تلميذ ماكس فيبر، عن الأخلاق البروتستانتية وكيف البروتستانتية انشقت عن الكاثوليكية، ما هي أخلاق العمل فيها التي أدت إلى ظهور الرأسمالية المعقلنة وكل هذه الكلام. فقام قال ألا يجوز هذا الغنى في السعودية، وهؤلاء الناس الذين يحبون التصدق بدل أن يورثوا أولادهم كل شيء. كذلك البروتستانت ثلاثة أرباع ثروتهم حتى اليوم الكبار الأغنياء لا تذهب، تذهب إلى الفونديشنز، لا تذهب إلى 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 أولادهم وأحفادهم. هكذا فكر ماكس، وموجود الكتاب، كتاب طبع 77، وفي فصل السلفية الجزائرية الجديدة وإمكانيات السلفية أو احتمالات السلفية، مش إمكان. فلا أعرف كيف، لأنه بريجينسكي وقتها في نفس الوقت هذا مستشار كارتر قال كيف يمكن أن نستخدم الجماعات الإسلامية الجديدة في إسقاط الاتحاد السوفيتي، أنه روح يقاتلوا بأفغانستان. المهم استخدمونا وضعنا، كيف، هل تقوم لنا قائمة، هل يستطيع العقل السلفي الذي يأبى أن يكون حنبليا بيقول لك أنا لا أقلد. طيب إذا كنت لا تقلد لماذا لا تعيد تعيد صراحة وعلنا لا تعيد النظر في مقولات التكفير والردة والبراء وما شابه من هذه المقولات الذي ما زالوا يكررونها. أنا قلت في مقال على العربية نت بعد أن أخذ جائزة الملك فيصل، وأختم بذلك وأرجو، صارت نص الليل خلينا نخلص. في سؤال أختم عندي مدينة أفغان أختم 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 بقصة قلتها على العربية نت بعد أن أخذ جائزة الملك فيصل. قلت إنه حسن نصر الله وأبو بكر البغدادي مثل بعض. كيف؟ أبو بكر البغدادي يقول السعوديون ارتدوا عن الوهابية لذلك أنا أقتله، وحسن نصر الله يقول السعوديون باقون وهابيين ولذلك أنا أقتله. فهم مقتولين سواء هم كانوا وهابين أو كانوا خارجين على الوهابية. علينا أن نراجع كل شيء، وإلا هلك ديننا.
هلك ديننا، حتى لو كان عندنا مذهب سياسي معصوم في الإسلام ونظام حكم الآن. ينبغي أن نقول ليس عندنا شيء يا أخي، تقية ما الله إلا قال إلا أن تتقوا منهم تقات، فلنفعلها تقية. نحن دين وعبادات وعقائد يا جماعة. هذا الصراع على السلطة، هذا التوق للسلطة هو الذي أهلك المسلمين وهو يهلك الآن الإسلام. أيوة قل لي وننتهي. هناك سؤال عن جمال الدين الأفغاني محمد عبد الرشيد رضا حسن بن سيد قطب، تحب تجاوب عليه؟ أو اشتغلت عليهم كثيرا في كتابي سياسيات الإسلام المعاصر وكتابي الأخير أزمنة التغيير الدين والدولة والإسلام السياسي. هؤلاء أناس مستهم الحداثة وكانت لهم ردود أفعال مختلفة، ردود أفعال مختلفة أو متناقضة. يعني مثلا أراد جمال الدين مسكين ومحمد عبده أن يستتروا بالماسونية، وما مش الحال، واثنيناتهم طلعوا منها، ومحمد عبده لم يمكث إلا سنتين ثلاث، جمال الدين 7-8 سنين وكمان طلع منها. وجمال الدين عنده مقال في شتمها، محمد عبده سكت. فهل اجوا التيارات الإسلامية المتشددة؟ قرأت في شبابي كتابا لرجل اسمه الدكتور محمد حسين، اسمه الاتجاهات الحديثة الهدامة أو شيء من ذلك، بسب محمد عبده مسبات يعني لا تطاق، وكذلك جمال الدين وأنهم علمانيين غربيين. وأنهم في هذه ردات الفعل عندنا هذه ما يسمى سميت بعد ذلك الصحوات، أي كمان تطرفت وجاءت حولت الفكر الإسلامي إلى عقائديات. علينا إذا كنا عقلاء أن نرى ماذا عند هؤلاء وماذا عند هؤلاء، ولماذا لا ننقد محمد عبد ينقد وجمال الدين ينقد. وإذا نقدنا هؤلاء ننقل أيضا عقائدية سيد قطب وأبو الأعلى المودودي والآخرين، لأننا مش مقبلون، لأننا نحن في خضم هلاك، في خضم هلاك. لم تعد لهذه الأفكار معنى، صارت حروبا يشنها علينا الآخرون ونهلك فيها نحن. الآن أختم بذلك، الآن العائدون من عند داعش مساكين من بقوا على قيد الحياة إلى أين يذهبون؟ لا أقصد جغرافيا، عقليا إلى أين يذهبون؟ هيروحوا لعند بشار الأسد؟ يما لعند هذا العبادي؟ يما لعند مين هيروح؟ أين هو الحكم الصالح والرشيد والناس اللي بهمهم أوطانهم وحدتها وناسها؟ يعني هذا اللي بيهجر 10 مليون ويقتل 500,000 ويشوه 3 مليون ويستعين بالطائرات الإيرانية الروسية والميليشيات الإيرانية، هذا سيعود إليه السوريون المسكين، لأنه أمريكا وروسيا يبدو أنهم اتفقوا على إبقاء الأسد. وهذا كل يوم هذا عم شوفه بيقولوا عنه ضعيف، ولكنه مستقوي علينا. هذا ورئيس وزراء العراق سمعته امبارح بيقول أنه كل واحد يشك في الحشد الشعبي فيعني هو بيكون يعني مجرم إجراما كاملا وينبغي أن يعاقبه الشعب العراقي وكذا. يعني هذا الاستنزاف الذي يتعرض له الناس، نحن في عندنا من لبنان لا تستقلوا الأمر رغم كل التهويل بمكافحة الإرهاب، في 3,000 لبناني قتلوا في سوريا، راحوا شبان مسلمين يقاتلون مع الفرق السورية المقاتلة، ليس عند داعش، لم يصل إلى داعش، بس هؤلاء النصرة مش عارفها التانيين في السنوات الماضية. هذه الاستنزاف، هذا الاستنزاف الهائل الذي يتعرض له الشباب قبل بعقائد متشددة أو بدون عقائد، كيف نفعل به إذا لم تكن هناك سلطات واسعة وهادئة وتفكر كيف يمكن استيعاب هؤلاء الناس، كيف يمكن تحويلهم بحيث يفكرون في مستقبلهم، يبنون عائلاتهم، يعملون، يستقرون في مساكن خرب 60% من مساكنهم السنة في سوريا والعراق. كان سمعت في حوار تلفزيوني قبل 3 سنوات بين ظريف ووزير خارجية تركيا، كان وقتها من 4 سنين كان أحمد داود أغلو، بيقول له نحن ذهبنا إلى سوريا
للدفاع عن مزارات أهل البيت. قال له طيب أنا نحن دولة سنية في تركيا، نحن علمانيين، بس ما دام أنت عم تعمل نفسك دولة شيعية أنا دولة سنية. طيب مهدوم 3000 مسجد في سوريا، السنة لا يحتاجون للدفاع عنهم؟ فمصيبتنا كبرى وتتطلب عقلا باردا جدا جدا جدا. والسلام عليكم. شكرا. نشكر الدكتور رضوان السيد على هذه المحاضرة القيمة، وأعتذر كثير اعتذار للأخوة الذين والأخوات الذين قدموا مداخلات وأسئلة كثيرة، لأن الدكتور رضوان يعني أمر بإنهاء المحاضرة، وشكرا لكم جزيلا.